إذن كما قلت احنا عودنا من جديد متتبعين قناة شوف تي في، وكنعتذر على الخطأ التقني خارج على الإرادة عفوا. كما كتشوفوا غادي نحاول نمشي دابا بشوية يعني بواحد السرعة شوية باش يمكن لكم تشوفوا هذه المعاناة الحقيقية. كما قلت شوفوا الناس كيفاش ناعسة على مشارف السبتة المحتلة، وهذيك الإنارة اللي كتشوفوا لها هذوك الضواو هذيك هي الدخلة أو القلب النابض ديال السبتة المحتلة. إذن انتم كتشوفوا شباب ورجال وشيوخ وأطفال كاين هنا في هذا المدخل ديال باب السبتة، هذو ناس كتبات هنا. نتمنى ان تكون الصوره واضحه اكثر لان كاين العكس ديال الاضاءه في البارافيز ديال السياره، ولكن نتمنى ان تكون الصوره واضحه. هذو ناس كما قلت انهم كيباتوا هنا، وانتم كتشوفوا شي داير جلاب شي داير الكبوط وكرارس. اذا الصوره واضحه ان كاين الكرارس هنا، هذوك شارين بهم البلايص، يعني كل واحد شاد البلاصه ديالو هذاك باش كيعلم البلاصه ديالو، يعني واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه الوغ الالاف ديال هاد المنتهنين ديال التهريب المعيشي الان على جنبات الطريق وموراهم البحر. يعني تصور ان الرطوبه والجو بارد، اذا كما قلت معاناه حقيقيه جحيم لا يطاق طبعا حسب التصريحات ديالهم. هما دائما تاكدوا من شوف تي في انهم كيعيشوا مشاكل كثيره وكثيره وكثيره بشكل يومي. وكما قلت قبيله انه تصوروا ان اذا كان الشتاء يعني وشتاء الابواب ولكن كتكون الشتاء، صوروا ان اخر ناعس في الزنقه وكيشد الفيله باش يمكن له يدخل للسبته المحتله من اجل تقضيع طبعا كما قلنا انه التهريب المعيشي. هانتوما كتشوفوا هنا شنو تيبان. طبعا بداو الطوابير ديال السيارات هنا في انتظار الدخول للمدينه المحتله. ودابا بالحقيقه من ناحيه ديال السيارات شي شويه كما كنقولوا ما كاينش ديك الاقتداد، ولكن اللي كاين هو كاين الناس ديال التهريب المعيشي اللي شادين النوبه او الفيله كما كنقولوا، كينتظروا النوبه ديالهم باش يدخلوا الى حدود 6 ديال الصباح. وكما قلت اكدوا لنا مجموعه ديال الممتهنين التهريب انهم اليوم الفيله بدات مع 4 ديال العشيه، يعني تصور من 4 ديال العشيه الشمس والنهار بدات الطوابير الاولى يعني الصفوف الاماميه الاولى، كل واحد كيجي كينزل الكاروسه ديالو كذا، اضافه الى بعض المشاكل اللي كتوقع ودباز على البلاصه هذا ديالي هذا ماشي ديالي. وعاد كاين حسب تصريحاتهم طبعا المشاكل ديال بعض المنظمين، وللاسف هنا كاين عناصر ديال القوى المساعده هما اللي كيشرفوا على هذه العمليه. كاين مشاكل كثيره كيتكلموا عليها، ونتمنى انهم يسمعوا على لسانهم مباشره باش ما نكونوش حتى حنا تنتهموا شي جهه معينه وكذا، لانه ما تيقولوا انه كاين الكلمتين كاين معامله هنايا غير لا انسانيه كتفتقد فيها الشروط ديال الانسانيه. للاسف كما قلت ان هاد الناس هادو كتنعس في الـ في الـ في, الـ في الهواء الطلق والبروده. وانا دائما كنطرح هاد العمليه انهم تصور انهم بداو في 4 ديال العشيه، هذه بالنسبه كاشاره ان هادو الرجال. نفس العمليه كاين ديال النساء، نفس العمليه كاين ديال النساء الحمالات اللي كيمتهنوا تاهما عاود التهريب وقوت التهريب المعيشي عفوا. اذا حتى هما نفس العمليه، يعني اليوم هاد الصور اللي شفتوا ديال الرجال اذا رجعنا غدا ان شاء الله غادي نلقاو نفس العمليه ان كاين النساء هنا. اذا كنظن الصوره واضحه كيبان لكم العدد ديال الناس اللي كتنتظر. كما كتشوفوا كاين الخيام كاين بزاف ديال الاشياء طبعا شي غريب. والسؤال اللي مطروح هنا هو الى حد شي ما كانش في باب سبته، يعني سنين هذه ما كانش باب سبته عنده هذا المشكل هذا او وصلت لهذا المستوى هذا. هنا كنطرحوا حتى حنا اسئله، شكون هي الجهه المستفيده من هذه الفيله هذه؟ واحد، جوج، شكون اللي مول الفكره اصلا؟ يعني شكون هي الجهه اللي امرت ان هاد الناس هادو يبقاو يباتوا هنا؟ شي ما كانش، كانوا ناس كيمشيو سبته كيمارسوا التهريب. انا هادشي نقدروا نقولوا انه موروث بالنسبه لهم عندهم ابا عن جد، ولكن ما كانش هاد الطوابير كتوصل ما يناهي 3 4 ديال الكيلومتر. شكون هي الجهه اللي اقترحت هاد الناس يبقاو يباتوا هنا؟ طبعا هذا سؤال كيفرض راسو بالالحاح، وبغينا نعرفوا بالضبط شكون هاد العبقري بين قوسين ان صح القول اللي عطى تعليمات ان هاد الناس هادو يبقاو يدخلوا لهاد الطوابير هادو. وهذا الشيء الحقيقه كيسيء وجا في البوابه ديال اوروبا. ملي كنهضروا على السبته المحتله كنهضروا على باب السبته كذلك، لان البوابه ديال اوروبا من هنا كيخرج كل شيء من هنا كيدخل كل شيء. اذا هذا الشيء خصو اعاده النظر، خصو اعاده النظر اليوم قبل غد. طبعا كنشوف تعليقات الناس مكرفسين، ناس بيتهم بالجوع، ناس اكسترا. الو هادو مشاكل الحقيقه مشاكل كبيره، وملي وقع داك الخطا التقني وتقطع لي
كونيكسيون. اتصل بيا واحد الاخ كان كيشوف اللايف قال لي عيل تذكير اخي ان هذا الطريق دابا اللي ماشيين فيها دابا باقا شويه خاويه. قال لي راه عاده كتكون عامره. قال لي حنا اصلا تفاجئنا ان اليوم هذه البلاصه هذه بقات شويه خاويه. اما قال لي هاد البلاصه هذه بالضبط راه كتوصل حتى لهاد المداره اللي غادي ندورو فيها. وهذه المره الثانيه او الثالثه عفوا غنديروا هاد الدوره لهاد المداره باش نزيدو ناكدوا لكم ان المعاناه الحقيقيه اللي كيعيشوها هاد الناس هاد المتهمين في التهريب هنا بالباب ديال السبته. وكما قال لي هاد الاخ اللي اتصل بي ان في هاد المداره هذه بالضبط هاد المداره ديالها معروفه في 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 الفنيدق يعني من الفنيدق حتى للسبته. هاد المداره هذه بالضبط كتكون الفيله واصله هنا في هذه القبه هذه غتبان لكم في هذه القبه هذه بالضبط حتى هنا. يعني ما تصوروا معايا ان من هذه المداره هذه بالضبط حتى البلاصه اللي وصلنا اللي كان فيها هاد الناس اللي طبعا هاد المتهمين صح لكم. نذكركم ان هاد الاناره اللي كتشوفوا هذاك الجبل اللي طالع هذاك هو القلب ديال السلطه. هو هذا السيد هذا هو ماشي في الكرتونه ماشي فرشها باش عيبات. وطبعا كما كتشوفوا راه كاين البحر هنا مباشره. هذه الصوره دارها مباشره من البحر. طبعا بالنسبه للمتتبعين ها اللي سبق له جا طبعا اكيد الفنيدق ودخل السبته راه كيعرف بالضبط. دابا راه كيشوف هذا اللايف وكيعرف عارف المنطقه بالضبط فين دابا حنا بالضبط ماشيين في السياره وشنو اللي كاين على اليمين وشنو كاين على اليسار وشنو اللي كاين في الخلف. اذا الصوره واضحه. نتمنوا هذه تكون الجوله الاخيره في هذا اللايف للمره الثالثه. اذا الطابور تيبدا من هنا غادي نحاولوا نقلبوا مباشره اتجاه عندكم باش نتمنى ان تكون الصوره واضحه جدا. اذا ها نتوما كتشوفوا. اذا هاد الناس هادو ها هما كاين الكرارس ها هما هنا ونعسين في الارض. هادو ناس ديال التهريب المعيشي شادين نوتهم باش الصباح يدخلوا للمدينة السبتة المحتلة. وكما قلت قبيلها هما كاين ناس مغطيين بالكرارس ودايرين خيام ودايرين كذا. إذا هذا مشكل عويص الحقيقة. وأنا دائما كنطرح سؤال ملي كنجي في الحقيقة والله العظيم صدقوني أنا ملي كنجي هنا كنطرح دائما هذا السؤال كنقول إذا كانت الشتاء صوروا معايا بهذه الحالة هذه وبهذه الإمكانيات البسيطة إذا كانت الشتاء شنو يقدر ما مدى الجحيم اللي عادي يعيشوه. وهنا كنهضر أن اليوم صدفنا رجال. اليوم صدفنا الرجال غدا غيكون النساء. وهادشي هادشي ماشي بشكل يومي. هما عندهم نهار ديال النساء ونهار ديال الرجال نهار ديال النساء ونهار ديال الرجال. طبعا امهات اراميل ناس كبار شيوخ اطفال للاسف هادشي تاسف الحقيقه هادشي تاسف للاسف. اذا كما قلت ان هاد الناس هادو كيمتهنوا التهريب المعيشي هنا في باب سبته وكينتظروا النوبه ديالهم او الفيله او التوقيت باش يدخلوا لمدينه سبته المحتله صباحا. وهنا هاد الفيله كما قلت كتبداو هاد الطابور تبدا من 4 ديال العشيه حتى 6 الصباح. تصوروا معايا من 4 ديال العشيه حتى 6 الصباح عندك كتضربك الشمس كتمشي بحال الشمس كيجي الغروب وتطيح الليل وكتجي السمره والبروده والشتاء وكذا وانت مازال ما دخلتيش. يعني في غياب شروط ما كاين لا مراحيض ما كاين طبعا بالنسبه للمراحيض ما كايناش. وكنذكروا ان الاسبوع اللي فات ان كانت واحد السيده للاسف من المتهمين ديال التهريب انها كانت ماتت طاحت من واحد الجبل مشات باش تقضي الحاجه ديالها للاسف لان ما 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 لقاتش الماء الحار ما لقاتش كذا وزهقت واحد الصخره وللاسف ماتت. هادو معاناه يوميه كما قلت. انتم كتشوفوا هاد الكرياج هاد الحديد يعني ناس هادو كاملين بالكرارس راهم كتكون الصوره واضحه.
ودي المحطة ديال التاكسيات ديال باب 6 للتذكير. كما كتشوفوا هاد الناس هادو اللي جاو في التاكسي هما عندهم كراس والكرتون. طبعا هذه الكروسه كينزلها كبلاصه وينعس عليها ويفرش الكرتون ويغطي به. ودائما كنذكر انه اليوم الجو كان في تطوان الجو سخون ومشمش طبعا وفي انعداق الى حدود باب 6. راه تصوروا معايا اذا كانت الامطار الغزيره وامطار الخير طبعا للموسم ديالها، ونتمنوا الامطار الخير ان شاء الله ربي يرحمنا في القريب العاجل. وتصوروا معايا هاد الناس هادو ما مدى المعاناه والجحيم اللي تعيشوا. وتذكر كذلك ان اليوم مخصص للرجال، وهنا هاد السياسه اللي متخدينها هنا ان نهار ديال النساء ونهار ديال الرجال. انا الحقيقه صدقوني يعني كندوخ والله كنشوف هاد الصور هادي كتالم 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 الحقيقه كتالم بزاف. لان كيفاش اخر او اخرى عاد تجي من الاربعه ديال العشيه وعاد تشد الفيله عاد حسب بعض النساء ديال التهريب المعيشي انهم اكدوا لنا في النهار اللي جات شفتها في الفنادق باش صورت مع الزوج ديال الضحيه وبعض النساء ديال التهريب الزملاء ديالها، قالوا ان السبت كيهودوا الجمعه والسبت والحد كيبقاو يومين في الفيله في النوبه باش يدخلوا الاثنين. للاسف 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 هذا الشيء في الحقيقه تيأسف 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 بزاف. Thank you.